قريب محامي بهيئة الدار البيضاء. احنا هنايا بصدد تمت مناقشة الملف المتعلق براجل التعليم لدعي لذكر الاسم، اعتبار ان هذا المرافعة ديالنا والدفاع عنه هو دفاع عن رجال التعليم بشكل عام اللي كيبقاو نخبة المجتمع، واللي احنا طوعنا على اساس ان احنا نناقشوا الملف من جديد من بعد ان الحكم الابتدائي ما تثرش فيه مجموعه من النقاط. بهذا التصريح ما كنحاولوش ندليو بامور حفاظا على استقلاليه القضاء وعدم التاثير في مسار العداله، ولكن كنقولوا بان كاين هناك امور جديده، كاين مجموعه من الدفوع، كاين مجموعه من المناقشات وقرارات المحكمه النقد وفق ما اخر ما صدر حتى ننور المحكمه الموقره وهي كتبقى مستقله في اخذ الاقدار. وتحياتي لرجال التعليم والجميع الصحافه المحليه والوطنيه. شكرا. المتحدث باسم مؤسسة الثانوية التأهيلية جابر بن حيان على لجنة الإعلام، هذه جلسة ديال الاستئناف اللي كنستانفوا فيها أطر المؤسسة القضية الجنحية المثارة سابقا، واللي كيأكدوا من خلال الأساتذة أولا على استقلالية القضاء وعلى أن المؤازرة الموجودة اليوم من طرف الأساتذة هي فقط مؤازرة للسيد الحارس العام بحكم أولا الكفاءة ديال السيد الحارس العام وأنه تصدر يعني كان لو ماجور في لا بروموسيون ديالو، يعني هذا كيعكس الكفاءة ديالو كإطار كفر. المسألة الثانية أننا نرفض بشكل تام كأطر يعني التربية والتعليم أن يتم المساس بكرامتنا والمساس بنا على أساس أننا نبقى دائما في خدمة الوطن وفي خدمة يعني المسار التنمية اللي كتدخل فيه يعني الوطن. ثم المسألة الثالثة أننا نرفض يعني أي كولسة أو نرفض أي يعني تسويق للقضية على أساس أن القضية فيها بعض الأمور مستجدة والمفتعلة، وبالتالي فالتصريح الذي نقدمه للرأي العام والمنابر الإعلامية أن الأساتذة يقفون للمؤازرة وليس للاحتجاج على أي جهة. ثاني حاجة يحترمون يعني القضاء بشكل كبير، علما أن رجال القضاء هم أبناء تعليم في جميع الأحوال، لأننا نبقى ركيزة وأساس ومنبع يعني لكل الموجودين داخل الوطن. ثم المسألة الأخرى أننا نؤكد بشكل كبير على أن المسار التربوي والمقاربة التربوية والسيكولوجية والسوسيولوجية حاضرة بشكل كبير داخل المؤسسة من خلال تعامل تصرفات السادة يعني الأطر، وأن ما يروج له في بعض الأحيان على أن يعني رجال التعليم أصبحوا يعني يعني مفترسين وأصبحوا يعنفون التلاميذ، هذا الأمر يعني شاد جدا وله سياقته وله مرجعيته التي يمكن نحللها في سياقات أكاديمية أخرى. ونؤكد على أن رجل التعليم لا زال صامدا في المغرب، لا زال يعني هو ذلك النبراس، هو ذلك الضوء الذي ينير المجتمع، ولولاه أولا لما بني المجتمع، ونعرف أنه في تاريخ جميع المجتمعات أن رجل التعليم هو دائما يعني إشارة ضوء إيجابية. لهذا فنؤكد أننا أبناء المجتمع من هو إليه، وأن حضورنا اليوم هو فقط يعني للتأكيد على أن هناك بعض الأمور يجب أن تصحح، وأن يعني اختيار دفاع آخر له كان في محله، وله يعني الكثير من القراءات التي يعني قرأناها وحللناها في سياقاتها الاجتماعية والثقافية وتداخلاتها. لهذا لا يعني نطلب أن يعطى الملف أكثر مما يتحمله، ولكن نؤكد على أن السيد الحارس العام بريء مما يعني تمت يعني مما تهم به، وأن رجل التعليم يتحمل عبء كبير في المجتمع. لهذا فمن هذا المنبر نرسل إشارات ونرسل يعني طلب إلى السلطات المعنية بكل يعني توجهاتها وكل مواقعها بأن تحمي رجل التعليم، لأن حماية رجل التعليم هو حماية للمجتمع ككل. وشكرا.